باش انك تستاسيوني بهذه الطريقه الافقيه ما بين واحد جوج سيارات اللي بطبيعه الحال كتكون بيناتهم واحد المسافه اللي هي اكثر من 12 متر. بعد الخطرات كتوصل للباركينغ وكتلقى واحد المسافه طويله ما بين السياره الاماميه والسياره الخلفيه، وبطبيعه الحال ما غاديش نعتمدوا على الطريقه الكلاسيكيه اللي حنا كنبغيو نستاسيونيو بها بالرجوع الى الخلف. لذلك فما غاديش تمشي وترجع مارشارير باش انك تستاسيوني، غادي تستاسيوني بالسير الى الامام. في هذا الفيديو غادي نعرفوا الطريقه اللي غادي نخدموا بها او الابعاد اللي غادي ناخذوها باش اننا نركنوا العربه ديالنا بواحد الطريقه سليمه وما نجيش بعادين على التروطوار، وبطبيعه الحال ما خصناش نضربوا التروطوار. وكذلك غادي نشوفوا الطريقه ديال الرجوع الى الخلف المارشارير مع رصيف اللي هو طويل، لان هذا السؤال هذا تطرح لي بزاف في قسم التعليقات. السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا متابعينا الاوفياء، معكم منير الشناوي صانع محتوى خاص بتعليم المبادئ الاساسيه للسياقه والتربيه على السلامه الطرقيه. اذا كنتي مهتم بهذا المجال تاكد انك مشترك في القناه ومتابعنا على الفيسبوك والانستغرام. كيف ما كتشوفوا هنا هذا البارير الاولاني اللي كيمثل لنا سياره في الجنب ديالنا وحنا غادي نبلاصيو قدامها. اول حاجه كناخذوا المقياس ديالنا الاول هو ان هذه العصا تقاد تقريبا مع المرايه، اما اذا كانت السياره القدام ديالها كيتقاد مع هذه المرايه اللي في الجنب ديالنا. من بعد مباشره كيف ما كتلاحظوا دابا كنديروا السينيال كندوروا على اليمين. مثلا اذا كانت المسافه قدامي طويله بزاف نقدر ندير نصف دوره في الفولون، كنقلب الفولون بحال هكا، وبطبيعه الحال خصني ما نبقاش حاضي الفولون. وهذا الشيء كامل كنت شرحته الدرس ديال المقود اللي كنا شرحنا فيه طريقه التحكم في المقود. كيف ما قلنا دابا حنا غنديروا غير نص دوره لان المسافه قدامنا بعيده جدا. ناخذ العبار الاول، العبار اللي غنخدموا عليه هو هذا النص ديال السوي كلاس هذا اللي كتشوفوا فيه، هذاك هو اللي غادي نخدموا عليه حنايا في هذا القياس هذا. بالنسبه للسيارات اللي عندهم غير سوي كلاس واحد او لا داك النص ديال السوي كلاس ما كيبانش، تقدر تخدم على النص ديال الباربريز، يعني الرصيف يبان لك في النص ديال الباربريز. اول حاجه غنتموا غاديين بشويه، وبطبيعه الحال هنا ما كنخدموا لا بكسيراتور لا والو، كنخدموا غير بنقطه ديال الوصل يعني الرباع ديال لومبرياج. مجرد يبان ليا سوي كلاس تحت التروطوار بحال هكا كنرجع ديك نص دوره اللي درنا بحال هكا. هذه الا كانت المسافه طويله بزاف، يعني المسافه اللي غنبلاصي عليها فيها واحد 20 متر تقريبا. ملي قادينا الفولون دابا الى كيف ما لاحظتوا راه الطوموبيله راه باقه بعيده على التروطوار. انا درت لكم كاميرا القدام باش يبان لكم داك الشيء مزيان من الداخل ومن برا باش تفهموا مزيان. راه واخا كيبان لنا السوي كلاس تحت التروطوار هذا لا يعني ان القدام ديال الطوموبيل قريب، بالعكس باقي بعيد بزاف. داكشي علاش غنخليو الفولون قاده كوم سا وغنبقاو غاديين بشويه تدريجيا حتى كنقربوا مزيان للرصيف، حتى كيولي يبان لنا هذاك السوي كلاس طالع في التروطوار بحال هكا. دابا هنا باش كنعرفوا بان الطوموبيله قربات. في هذه الحاله غندور غير هذا القياس هذا في الفولون كيف ما كتلاحظوا غير ربع دوره في الفولون هكا، وكنتمو غاديين بشويه غير بمجرد كيبان لي هذاك السوي كلاس نزل تحت التروطوار كنرجع كنقاد الفولون. دابا حنا خديناها بالعرض البطيء، مبدئيا غادي نوقفوا باش ناخذوا هذه الابعاد، ومن بعد كنوليو نبلاصيو بهذه الطريقه بلا ما نحتاجوا اننا نوقفوا. نعاودوا ان شاء الله تعالى، ولكن ما غاديش نوقفوا هذه الخطره، غادي ندوروا مباشره. كيف ما قلنا العبار الاول هو ان هذا البانو اللي كاين على اليمين اولا السياره اللي كتكون مثلا على اليمين، مجرد ان القدام ديالها يبان لك تقريبا مع المرايه ولا في واحد الشريجم صغير هنايا، فوالا كندور نص دوره. علاش درنا نص دوره؟ لان المسافه قدامنا بعيده بزاف. مجرد ان هاد السوي كلاس يبان ليا تحت التروطوار بلا ما نوقف كنرجع هذيك نص دوره اللي درنا. ملي كنولي قريب بزاف اولا داك السوي كلاس كيبان ليا طلع واحد شويه ولا في هذا النيفو كندير غير هذا القياس هذا، ما كندورش بزاف كاع. الا شت راسي مزير كنقدر نزيد ندور واحد شويه كاع غير باش تقعد. مجرد انها تبان ليا تقادت اولا السوي كلاس ولا كيبان لتحت كنرجع كنقاد الفولون وانا بلاصي مزيان. دابا اللي غادي تمكن من هذه الطريقه اللي قلت لك وبهذه الابعاد اللي عطيتك دابا كتولي ديرها بهذه السرعه، مثلا تقدر تطور الفولون وتقدر تولي ديرها بواحد الطريقه احترافيه كيف ما كتلاحظ دابا، ولكن هذا الشيء كيحتاج الممارسه والالتزام بالمقاييس بالعبارات اللي عطيتكم والالتزام بالمبادئ الاساسيه ديال السياقه. على العموم دابا غادي نشوفوا الا كانت المسافه قريبه بزاف وبغيت نستاسيوني بالمستوى الاول بالمارشافو.
كيف ما لاحظتوا اليوم بانني ما صورتش لكم البيدال او لا الدواسات، بغيتش نقوي عليكم قوه الكاميرات باش ما تلفوش، لانني بغيت نصور لكم على برا كيفاش الطوموبيله داخله. بالنسبه للطريقه ديال استعمال الدواسات راني ديجا كنت شرحتها في واحد الفيديو، هضرت فيه على اللومبرياج والوضعيات ديالو كامله وكل وضعيه امتى كنستعملوها. ملي تساليو هذا الفيديو هذا دخلوا تفرجوا في داك الفيديو لانه درس مهم حتى هو كيعاوننا باش نفهموا هذا الدرس هذا. دابا انا حاولت انني نقرب لكم المسافه شويه ما بين البانو الاول والثاني، غير هو قبيله كنا درنا نص دوره في الفونو، دابا غناخذوا العبار ديالنا عادي ونحاول ديما ما نكونش قريب بزاف كاع لاصق عليه، ولكن واحد المسافه لا باس بها كيف ما كتلاحظوا دابا. وكندور دوره كامله. علاش خدينا هذا العبار الاولاني؟ باش ما نضربش اللور ديال الطوموبيل او ما نضربش ديك الحديده باللور ديال الطوموبيل. دابا درنا دوره كامله ما درناش نص دوره. علاش؟ لان ما عندناش المسافه بحال قبيله، مجرد سوي كلاسي بان لي عاوتاني تحت التروطوار كنرجع ديك الدوره اللي درنا. ما ندورش دابا حيت الخطا اللي كيديروا المبتدئين هو كيدور دابا كيصحب راسو قريب بزاف، الا دورت دابا راه غنجي بعيد. كنخلي الفولوم قاده وكنخليها حتى كتقرب مزيان للتروطوار بنفس القياس اللي درنا تماما، وكنزيد ندور واحد شويه على حساب. الا كنت قريب بزاف كنزيد ندور اكثر حتى لهذا القياس هذا، الا كنت ما بعيدش بزاف كنخليها غير في ربع دوره. وهنا كتبدا تقاد الطوموبيله، مجرد تقاد نرجع ما نخليهاش دايره باش ما تمشيش بيا الجهه الاخرى، كنرجع كنقاد. الخطا اللي كيديروا المبتدئين خاصه في الامتحان ديال رخصه السياقه، ملي كيشوف راسو مثلا قريب للتروطوار كيدور بزاف. شوفوا القدام ديال الطوموبيل فين مشى، مشى للرصيف، يعني هنا ضربت الرصيف بالرويده القداميه. خطا ثاني اللي كيديروا المبتدئين في الرجوع الى الخلف هو ملي كيشوف راسو بعيد على التروطوار، بحال دابا انا غنبعد شويه، اش كيدير؟ كيدور بزاف على اليمين. اشنو كيوقع ليه؟ القدام كيمشي لليسار، في الامتحان كاين واحد الخط على اليسار كيتوشيه بالقدام ديال الطوموبيل، واللور كيمشي بالزربه للتروطوار اولا كيولي ضارب التروطوار بهذه الطريقه هذه. العموم الطريقه الصحيحه الا بغيت ترجع مارش اريير هو كنخدموا بهذه المرايه هذه ديال اليمن. كتبان لكم المسافه ما بين الرصيف وما بين السياره، نقدر نخدم بهاد جوج مرايات، هاد المرايه الوسطانيه وهاد المرايه ديال الجنب. وبطبيعه الحال قبل لا نتحرك كنشوف المرايه ديال اليسار اللي يكون ورايا شي واحد في جهه اليسار، كنشوف ورايا المرايه الوسطانيه وكنشوف المرايه ديال اليمن. فاش كنرجع كندوز المارش اريير كنحاول انني نشد الفونو بيديا متوازين. المسافه اللي خصها تكون تقريبا ما بين 20 حتى 30 سنتيم، نبقى راجع بشويه، كاينه مسافه طويله ورايا. الا بغيت نقرب كندور غير هذا القياس هذا، ما ندورش بزاف، كتبدا تقرب تدريجيا للرصيف. مجرد تقرب في القياس اللي بغيت كنعاود نقاد الفونو بكل بساطه. مثلا انتم لاحظوا ملي غندور على اليمين بدات كتقرب للرصيف، ملي غندور على اليسار بدات كتبعد على الرصيف، ومن بعد كنقاد المقود. واهم حاجه هو نكون غادي بشويه. علاش خصني نهبط بشويه في المارشارير؟ لان الرجوع في الخلف كتكون الرؤيه ضعيفه، يعني ما عندكش واحد الرؤيه 100%، كتكون رؤيه ناقصه بزاف. داكشي علاش خصك ترجع بشويه باش انك تقدر انك تشوف المرايه ديال اليمين وكذلك تشوف المرايه الوسطانيه. انا راجع بشويه، مره كنشوف ورايا هنا في المرايه، الا زيرني التروطوار بحال هكا كنعاود نزيد لقدام كنحاول نبعد. وبطبيعه الحال كناخذ العبار ديال السوي كلاس حتى كنبعد شويه، ومن بعد كنرجع. فاش كنرجع بحال هكا كنلقى بان العبار ولا مزيان وكنبقى راجع غير بشويه عليا. كاين واحد الطريقه اخرى ديال المارشارير ملي كنبغيو نرجعوا هو كنتلافت، نحط يدي على الكوسان، كنحط يدي على الفولون كومسا بهذه الطريقه هذه، واليد الاخرى كنحطها على الكوسان وكنتلافت بهذه الطريقه وكنشوف اللور. العبار اللي غناخذ مثلا وانا متلافت بهذه الطريقه، التروطوار يبان ليا في النص ديال الباربريز اللوراني بحال هكا. ملي كيبان ليا التروطوار في النص ديال الباربريز اللوراني هذه المسافه تقريبا اللي كتكون بيني وبين الرصيف. المهم الطريقه اللي جاتكم سهله ديروها. نتمنى انني نكون وفقت انني نجاوب على السؤال ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.